اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الآن ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخذأ لهم كل شيء وزل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النغم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأت اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من غربك و
وألتوزعني شكرك وألتلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤالا خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترعمني وتجعلني بقثمك راضيا قانعا وفي جميع الأهوال متواضعا. اللهم إن اللهم وأسألك سؤال من اجتدت فوقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأضمى فيما عندك رغبته. اللهم أضمى سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من قوتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لغبائي ساترا ولا لشيء من أملي الغبي بالحسن مبدلا غيره. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت. بگو صدا تو میشنوه. ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك لي. اللهم مولاي كم من غبي سترت. اللهم مولاي كم من غبي سترت وكم من فاضح من البلاء أغلت وكم من ثار وغيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أزم بلاي وأفرت بي سوء حالي وغسرت بي أمالي وغادت بي أغلالي وحبسني أن في بعد أملي وخدعت للدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما أملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريتي وجهالتي وكسرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي
في كل الأهوال رؤوف أمور، وألي في جميع الأمور أطوف الله وربي، من لي غير أسألك شفا ذرني والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه حوى نفسي، ولم أحترس فيه من تضيين عدوي، فقرني بما أحباب وأزاده على ذلك الغضب، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدوده، وخالفت بعض أوامر منك، فلك الحمد علي في جميع ظالمك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستغيلا مستغفرا منيبا مغرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا، أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. دستو بيار بلا أزخايي كن، اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري، فكني من شد وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني. ورقة جلدي ودقة أذمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، أبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي. وسيدي وقتی صداش میزنی جوابتو میده، نکنه حواست جایی دیگه باشه. وقتی میگی یا الهی و سیدی میگه چی میخوای بنده من، اونقدر مهربانه اونقدر کریمه. روایت داریم فقط بنده گناهکار احساس پشیمونی تو وجودش بیاد گناهانشو میبخشه. حالا با توجه صدا بزن یا الهی و سیدی و ربی، اتراک معذبی بنار که بعد توحید و بعد من طوا علی قلبی من معرفت ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات
ألت أكرم من ألت ذيء من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من أوميت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلت النار على وجوه خرمت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر أبت من العلم حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الذنوب منك ولا أخبرنا بفضلك أمك يا كريم يا رب. صدا تو میشنوه ها یا کریم وأنت تعلم ضعفي أن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتهم. خدایا یه سردرد میگیرم تو بستر میفتم، یه سرما خوردگی میگیرم به جا میخوابم، از یه ارتفاع کوتاه میفتم دستم میشکنه، یه خورده آب جوش رو دستم میریزه میسوزم. خدایا من خیلی ضعیفم، تو میدونی این بدن ضعیف تا به آتش جهنم رو نداره، این بدن ضعیف تا به فشار قبر رو نداره. خدایا به حق امام رضا به من رحم کن. و انت تعلم و ضعفی ان قلیل من بلاء الدنیا و عقوباتها و ما یجری فیها من المکاره علی اهلها الا ان ذلك بلاء و مکروه قلیل و مکثر یسیر و بقاء قصیر و مدت فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي. خودم دارم میگم ضعیفم، خودم دارم میگم زمین خوردم، میخوای با این بنده ضعیف چه کنی خدا؟ و انا عبدك الضعیف
الذليل الأغير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي، لأليم الأذاب مشدة أم لطول البلاء ومدة، فلئن سيرتني للعقوبات ما أدائمك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرغت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي أفهمك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني لا تغب لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياسة دست تو دراز کن، دست تو بگیر فریاد رس، یا غیاسا یا غیاسا یا حبیب قلوب الصادقین و یا اله العالمین، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك، مشنوي خدا تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك، وذاق طعم عذابها بمعصيتك، وهو بين أتباعها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك. خدایا میدونم گناهکارم، به آتش جهنم منو بخوای بسوزونی، خدایا یه جمله میگم اونجا، میگم پیغمبرت فرمود هر کسی پاره تن من امام رضا رو زیارت کنه بدنش به آتش جهنم نمی سوزه. خدایا تو شاهدی، من شب میلاد پیغمبر ظاهر امام رضا بودم، ظاهر پاره تن پیغمبر بودم. این استدلالیه که امشب یادت باشه روز قیامت به خدا بگی
و هو یزجم الیک زجیج مؤمل لرحمتک و ینادی که بلسان اهل توحیدک و یتوسل الیک بربوبیتک یا مولای فکیف یبغا فی العذاب و هو یرجو ما سلف من حلمک ام کیف تعلمه النار و هو یأمل فضلک و رحمتک ام کیف یحرقه لهیبها و انت تسمع صوتا و ترى مكانب ام كيف يشتمل عليه زفيرها و انت تعلم ضعفا ام كيف يتغلغل بين اتباعها و انت تعلم صدقا ام كيف تزجره زبانيتها و هو ينادي يا رب ام كيف يرجو فضلك في اتقه منها فتتركه فيها حيات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مغرا ولا مغاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدأ وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريته أن تهبني في هذه الليلة وفي هذه به این جمله توجه داشته باشین فی هذه اللیله یعنی همین امشب همین از ساعه چه شبی امشب شب میلاد پیغمبر شب میلاد امام صادق شب مهمیه کجایی تو حرم امام رضایی جایی که ملائکت الله هستن جایی که حرم نوره پس با توجه بهتری بگم أنت هب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمت أو أعلنت أخفيت
او اظهرت و کل سیعت امرت بثبات الکرام الکاتمین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودا علی مع جواری و کلت انت الرقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم و برحمتك اخفیت و بفضلك سترت و ان توفر هذی من كل خیر انزلت او احسان فضلت او بر نشرت او رزق بسطت او ذنب تغفر او خطأ تستر يا رب يا رب يا يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي يا إلهي وسيدي ومولاي و مالک رقی ای کسی که صاحب منی الان بخوای نفسم و میگیری الان بخوای مریضم منو شفا میدی خدایا همه چیز دست توست و مالک رقی یا من به یدهی ناسیتی یا علی من به ذری و فقری خدایا تو میدونی من بیچارم تو میدونی من هیچی ندارم خونم کارخونم ماشینم زنم بچم مغازم وقتی از دنیا رفتم همه تو این دنیا میمونن فقط یک کفن قسمت من از این دنیا از یک کفن بیشتر رو باید ورثه اجازه بدن خدایا دستم خالیه نگی کارخونه دارم نگی باغ دارم نگی خونه دارم اینا همه مال خداست فقط من از این دنیا یه کفن نصیبم میشه او چیزی که تو قبر باد میاد زیارت امام رضاست او چیزی که تو قبر باد میاد نمازته کار خیرته دست بیچاره گرفتنته دست بچه یتیم گرفتنته کار خیر کردن، مدرسه ساختن، بیمارستان ساختن، مسجد ساختن اینا تو قبر باهات میاد مال دنیا تو دنیا میمونه خدایا دستم خالیه، دستم خالیه، هیچی ندارم یا علی من به زرنی و مسکنتی و فقری یا خبیرن به فقری و فاقتی یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب اسألک به حق که و قدسک و اعظم صفات که و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که مأموره و به خدمت که موصوله و اعمالی اندک مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی
كلها وردم واحدا و حالی فی خدمت که سرمدا یا سیدی یا من علیه مولی یا من علیه شکوت و احوالی یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب استجابت همین دعاها عیدی ما باشه خیلی برامون زیاده. با دقت بگو قو علا خدمت که جوارهی و اشدد علی العظیمت جوانهی و حبلی الجده فی خشیتک و الدوام فی الاتصال به خدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی البارزین و اشتاق الی قربک فی المشتاقین و ادنو من کدنو المخلصین و اخافک مخافت الموقنین و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین اللهم و من ارادنی بسوء فارد و من کادنی فکد و جعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک و اغربهم منزلتا من و اخسهم زلفتا لدک فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجدني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لحجاب وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن اجابتك واغلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي و بلغنی منای و لا تغت من فضل کرجای و کفنی شر الجن و الانس من اعدائی یا سریع رضا. خجالت نکش، دستتو بیار بالا، درسی که بیاد در خونه خدا خالی بر نمیگرده. هر رضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا فانک فعال لما تشاء یا من اسمه دوا و ذکره شفا یا من است. و طاعت او قنام ارحم من رأس و مال رجا و سلاح البکا یا سابق النم یا دافع النغم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالم لا یعلم صل علی محمد و آل محمد و افعل بی ما انت اهله و صل الله علی رسوله و الائمة المیامین من آله و سلم تسلیما کثیرا به محمد و آل محمد. یا الله 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 اللهم اجل ولیک الفرج
اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج والعافية والناس، اللهم ارن التلة الرشيدة والغرة الحميدة، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي، ملت ما، کشور ما، علمای ما، مراجع تقلید ما، مقام معظم رهبری، از گزند بلیات مسون و محفوظ بدار. خدایا مریضان اسلام، مریضان مد نظر، اونایی که نامه نوشتن، اونایی که سفارش کردن، اونایی که به شما زائرین سفارش کردن، مخصوصا جانبازان عزیز، مریضان مد نظر، خدایا همشون رو شفا عنایت بفرما. بدن زوار امام رضا رو به رخت خواب بیماری مبتلا مکن. خدایا دشمنان اسلام، داعش و دار و دسته و حامیانش رو نابود کن. خدایا مشکلات همه، مخصوصا مشکلات جوونا، خدایا فقر و فساد و بیکاری و گرانی و اعتیاد و طلاق رو از مملکت ما برکن. خدایا شر دشمنان رو به خودشون برگردان. خدایا این زیارت رو زیارت آخرمون قرار مده، سفر زوار و مسافرین اسلام رو بی خطر قرار بده. ارواح طیبه شهدا گذشتگان از جمع ما، از من حقیر، علمای گذشته، امام راحل شاد و راضی بگردان. حوائج شرعیه جمع ما رو برآورده به خیر بفرما. روح ولی نعمتمون آقا امام رضا بی بی من، حضرت معصومه رو از این مجلس بهره مند بدار. و اجل اللهم فی فرجه.